السلام عليكم، انا رجعنا لكم اليوم. انا درنا لكم العدس بالدجاج، ودرنا لكم هذه الطبخه، درناها الخطره اللي فاتت لكن ضفنا لها بعض الحاجات. نديروا البصل نقطعوه صغير، ونزيدوا نقطعوا شويه فلفل صغير تاني، وشويه كاروت وشويه ثوم، ونقلوه وطوماطيش نقطعوها، ومن بعد نقلوهم كي يتقلاو يبداو يدخلهم شويه طياب. نضيف لهم البطاطا المغليه اللي غليناها، نقشروها ونضيفوها لهم، وكي نكملوا كي طيب الاخر يطيبوا نديروا لهم وسمو، نديروا لهم شويه زيتون شويه فورماج، ونقطعوا لهم معدنوس من الفوق، وتاني دي طرونش تاع القارص باش يعني باش اذا كان شويه دسمه تغطي هذاك الدسم. وهنا درنا لكم اليوم العدس، ها درنا له بالكرافس وشويه زهديه شويه بطاطا بالدجاج صوص حمراء. وبالطبع انا درت هذا الخبز باش نجوزوها، هاوليك شوف كيف داير، شوف باش داير هذاك الخبز، درناه في الكوشه. و اللي عجبو الفيديو يعجبو الفيديو يكليكي في دير سبسكرايب وشكرا.